الله يسعد لي مساكم، اهلا وسهلا فيكم من جديد. هلا وصلت على زيوريخ، راح اقول لكم اياها هلا بالاسباني. وراح جابتني هلا رفيقتي، شوفوا وين ساكنه، يا الله على الجمال، كل زيوريخ مبينه من بيتها، شايفين شي الحقيقه منظر هلا ذكرني بالمهاجرين. يعني هو الواحد قاعد على المهاجرين وشايف دمشق كلها، وانا هلا هيك بالبلكون عندها. الله يخلي لي اياها، راح جابتني والله من المطار، الله يسعدها. تعرفت عليها عن طريق الاكل، عن طريق صفحه الاكل تعرفنا على بعضنا، اجت زارتني هي وهلا اجيت زورها انا. فان شاء الله راح اسجل لكم هلا الكم يوم وانا راح اقعدون بزيوريخ بسويسرا. يسعد لي صباحكم. هاي اليوم الصباح رح اريكم المنظر اللي رجيتكم اياه بالليل، الحقيقة منظر كتير حلو، بردة ولسه التلج موجود يعني، بس انا ارجيكم اياه عن قريب. هون التلج كله، هاي هذا تلج كله، هلا طالعين بقى انا وياه وراح اصور لكم عن المحلات اللي رايحه عليها. شوفوا هلا جابوني هلا على نهر الرين، طبعا هذا بيبرق من فرنسا وبيبرق من المانيا، فالمهم يعني هي قريه صغيره. وهلا راح نروح نشوف، شوفوا التلج ها لسه يعني كله تلج لسه فيه. وهلا جايه انا ورفيقتي، انا وسوسن وحماتها، حمات عم نحكي اسباني الماني عربي، يعني متعددين اللهجات هون. هي سوسن يعني قلت لها لسوسن انه تصورني شوي لحتى تشوفوا قديش لابسين من البرد يعني، قالت لي يلا هاتي لحتى اصورك شوي. انا على طول ما بحب ارجيكم، بس يعني بعض الاحيان برجيكم حالي شوي. يلا سوسن خلص. انا رح اصور لكم المناظر الحلوه هلا اللي رح نشوفها هون. عم بيقولوا لي انه هذا كان قصر بزمان وصار هلا مطعم. هون فيها تعتبر مثل ولايات صغيره هون، فعم تقول لي هي تبع يعني اسمها كانتون مثل ولايات صغيره، كل ولايه بيحكوا بعدين لغه مختلفه، بيحكوا عده لغات لانه هون بسويسرا. فهي تابعه يعني هي مثل ما تقولوا الولايه والمنطقه هي تابعه لزيوريخ. وهون بيحكوا الماني، مناطق تانية بيحكوا ايطالي او فرنسي او الماني. يعني اكثر ما يكون قصر مثل ما قالوا لي، يعني قلعه، يعني مبينه انه فتنا لهون وهيك باينه انه قلعه كاينه. شوفوا المنظر الرائع اللي طلعنا هلا عليه، يا سلام على الجمال، نهر الرين بالعربي، والله ما طلعت اسمه انا نهر الرين، هذا زي هيك اسمه يعني. ولا اجمل من هيك، يا سلام. والله قالت لي لازم ارجيك الشلالات، انا مالي عرفانه بهالجمال هذا.
سفينة نازلة قدامنا. ها بس يعني الحقيقة شيء حلو. صعيدي تلجت يعني ما عليه داني أحط لك كفوف، لأنه إذا بحط لك كفوف بقى مشان شغلة الشعل والطفي ما رح يمشي الحال. هاي هو ها شو هالجمال هذا بعقد هالمنظر هذا ما احلاه. هاي هلا نزلنا لتحت عن طريق هاي برد، بس الحقيقة المنظر بيرد الروح مثل ما بيقولوا. بيقولوا لي انه بالصيف يخلونا ننزل لتحت على الاخر. هلا مسكرين المنطقه، وبيقدر فيه بعدين مركب ممكن يجي يجيبك لهون، للواحد يجيبه يسبح هون يمسك الميات وبعدين ياخذوا القرنه ثانيه. شوفوا لي القرنه هاي 20 دقيقه وبيخلوا للواحد يسبح هنيك. بعدين بيروح بياكل بهديك المطاعم، كلها مطاعم سمك. عم تقلي على فكرة هون في ترين بيجيبكم لهون لعند الشلالات هي، اللي بحب يجي مشان يعرف انه في ترين بيجيبكم لهون بيوقف. شوفوا هي أسانسير لفوق. شوفوا اللي طلعنا بالأسانسير لفوق لحتى تبين المناظر لسه على أجمل. شوفوا المناظر من فوق. انا بلشت يعني بس حتى ننزل عاد نكمل ال هاي من فوق من اخر طابق يعني. هاي طلعنا لفوق مشان ما نزلنا بالدرج وطلعنا بالاسانسير. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت. قالوا لي حسني الاكلات اكتر من هيكي بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.